مشجع ناد تعشق نجومه، تعرف بطولاته، ودوما ما تشتاق لأركانه، وتمني النفس أن تكون حاضرا في انتصاراته وبعيدا عن أحزانه. كلنا أنت عندما نشجع ونحب، ولكن هل تعرف أصل الحكاية من البداية؟ من فكر في خروج هذا الكيان إلى النور؟ من دبر لكي يكون واقعا في تاريخ مسطور؟ أنديتنا من الفكرة إلى النشأة مرحلة لم نعرف عنها الكثير، لا من شاشات ولا صحف أو مجلات، إلا في القليل من الحالات. هنا في البدايات سنبحر في مياه هذه الرحلة ونغوص في أعماقها، لا من أجل لؤلؤ منشود أو كنز مفقود، لكن لعيون ما هو أغلى من اللؤلؤ وأهم من الكنوز، من أجل تاريخ نريده موجودا في حاضرنا يذكرنا بماضينا ويدفعنا نحو مستقبلنا. نأخذك إلى رحاب هذه الحقبة التاريخية لنعرف أسرارها معا، ونذوق حلاوة طعم البناء على لسان مجموعة من العظماء كانوا شهود عيان وجزءا من الكيان. البداية مع النصر. احنا عصرناه في الستينات، لكن نادي النصر كان من 45. في البدايات الاولى عنده منشاه صغيره، مجرد غرفه او بيت صغير. في البدايه جيل محمد سعيد المله وعبد الوهاب قلداري والمر، فكان يلعبون كباريه، نحن صغار نروح نطالع الكره كيف. اذا حصلوا احذيه وامور مثل هاي كانت انجاز في ذاك الوقت. هاي كلمه من الاهالي دبي، الانجليز سمعوها اهالي دبي، يعني فريقهم اهلي دبي، وأطلق على نادي النصر أهلي دبي. من الشندقة يروح مشي لزعبيل عشان يوفر مبلغ للأجار أو ما شابه ذلك. إسماعيل جرمن الشخص اللي قدر يلم الأولاد، لعب ودرب في نفس الوقت، أنت ما يقولون الإنجليزي بلير مانجر يعني. انتقل لبيت عتيق المري، ابتدى تجديد النادي، تجديد دماء الأولاد. في هذه الحلقة نستعرض أحداث 10 سنوات كانت مليئة بالمتغيرات، فيها تحول أهل دبي إلى النصر، ومن بداياتها أصبح الأزرق لون العميد، فيها أصبح للقلعة عنوان، زارها زايد وراشد وترأسها حمدان. في سنة الستينات ابتدى الوضع يتغير، الكبار انتهوا، حلوا ما حلهم ناس ثانين، هاي بداية النصر. النصر كتاريخ عريق، لا أنا أقدر أقوله، ولكن هاي هي الحقيقة. ابتدى تجديد النادي، تجديد دماء الأولاد من الكبار، هذيلاك ابتدوا الناس الصغار، عبد الكريم مبارك، عتيج ثني، على جمعة هذاك إبراهيم جمعة، على يوسف حبيب، على المجموعة الصغيرة سعيد سيف، كرامة عوض. لعبوا مباراة مع فريق يسمى النسور وانتصروا في هذه المباراة. المفارقة أن فريق النسور كان يرتدي اللون الأزرق، ومن هذه المباراة ارتدى نادي النصر اللون الأزرق، وتم تغيير المسمى الفريق إلى مسمى نادي النصر. حكاية قميص. كانوا في شباب، يمكن من ضمنهم إبراهيم جمعة الله يعطيه العافية، في واحد
اسمه محمد سلطان جاي من البحرين واللي أجوا من هناك راح عمل كتحدي بين أهالي ديرة وأهالي دبي. راح عمل مباراة وجاب فانيلة رسمية بهاف وشورتات جديدة وفانيلة زرقاء وهاف أبيض ولبسها هذول الأولاد مال ديرة وقال يا أهلي دبي تعالوا لعبوا معاهم. اللي هو أهلي دبي كان أيامها ما كان اسم النصر كان أهلي دبي لعبوا بهاي بس أهالي بر دبي وأهالي ديرة. لعبنا معاهم وغلبناهم تقريبا 12 12. فبعد نهاية المباراة على طول هو أعطانا هذاك أعطانا البدلة زين وأعطانا الكور. لما كسبوهم 12-0 زعل هذا محمد سلطان وراح شال الفانيلة وشال اللي هو هذا الشورتات وأعطاهم الله يغفر له. يعني أنا أقول أخوي الكبير اللي هو جمعة جعفر توفى الله رحمة الله عليه أعطاه الفانيلة وقال له هذا ما يستاهلون أروح وديها الناديك وأنت منتصر. رجع هو مع الفانيلة وأجا يدورون مين لشو يخلون نادي النصر بأي اسم يخلونه الاسم شو يطلقون عليه وهذا قال لهم أنتم منتصرين. هني تكونت الفكرة وإبراهيم جمعة يقولون ألح عليهم قال لهم أن نسميه فريق النصر. شباب منهم سعيد بستيم الله يرحمه ويغفر له حمد بطل مسعود إبراهيم تهلك وياهم كان له ابن عمي ابن خالي هذا أسسوا غيروا الاسم العمول مع فريق غلبوا 11 جول ما ادري 13 جول وكان هم لابسين ازرق وخذوا او هم ذلك عطوهم الروايه اللي سمعتها لكن ما حضرتها شخصيا. يعني الشعار والله أنا حسب أذكره أنها تتطور كل اللي صار يعني في الآونة الأخيرة. هو ابتدى بالنصر بس كلمة النصر بعدين جت كلمة الفيكتوري اللي بالإنجليزي يعني هي النصر فحطوا كلمة في بعدين الأزرق اللي هو اللون اللي هو السماوي اللي المعروف به ما صار في شيء تغيير يعني كثير كل ما هنالك صار من ناحية الفنية كل فنان جاء و قدم يعني وعدلوا الشكل. هذا الله يذكره بالخير حمد بطي هو اللي سوى الشعار. فيما بعد الشيء كان كتاب في وسط الفي هاي كان كتاب. فيما بعد الشيخ مانع شل الكتاب وخلى كرة وحمد بطي هو اللي هذاك عمل هذا الشعار ومن هذاك اليوم شعارنا مثل ما كان ما تغير شعار. عندما تنطق باسم النصر في أي مكان دوما ما تظهر أمامك صورة حمدان سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم من بنى وأسس من أعطى ودعم وأصبح جزءا من الكيان. صورته على الجدران لكنها قبل ذلك هي مرسومة في الوجدان. الشيخ حمدان بن راشد هو أساس نادي النصر. يعني لما تتكلم أنت تقول نادي النصر الشيخ حمدان من الستينات موجود من السبعينات موجود
هو الأب الروحي، هو العين، هو اللي يصرف، هو اللي يمشي، هو اللي يجيب كل حاجة لنادي النصر باسمه. نشتغل كلنا فعلا لما تصير عندنا بعض القضايا المادية أو في الرياضة نتجه له، وأنا أطلق عليه حكيم الرياضة في دولة الإمارات. الشيخ حمدان ما قصر، شيخنا حمدان بالنسبة للكرة وبالنسبة لنادي النصر، الشيخ حمدان اليد اليمنى لنادي النصر، ما يقصر في أي شيء بالنسبة للنادي، للتوجيه، لكذلك للدعم لهذا. الشيخ حمدان هو على ما تقول هو اليد اليمنى للنادي. لا شك أن وجود الشيخ حمدان على رأس هذا النادي أعطاه الكثير دعما ماديا ومعنويا وإشراف ومتابعة. الشيخ حمدان من الأشخاص يتابع كل صغير وكبير في أي عمل كان. ما ننسى طبعا دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد. النصر كان متقدم في هالفترة، يعني هو النادي الوحيد على ظني اللي هو عنده إمكانيات السفر. عقلية الشيخ حمدان يفكر في الاحتراف من ذاك الوقت، الاحتراف الصحيح، لأنه يسافر مع والده، يسافر إلى أوروبا، إلى بريطانيا، وعنده ثقافة واسعة وعنده معلومات كبيرة يمكن نحن في ذاك الوقت نجهلها. ولهذا الفكر النير، هذا الفكر المستنير، استطاع أن يجدد في مجال، يعني نادي النصر كان بؤرة النشاط عجيبة، يضرب به المثل يعني في الانضباط، في العمل، في الميزانية الموجودة للنادي. لا ننسى أبدا دعم سمو الشيخ حمدان بن راشد، يعني هو نادي النصر. نادي النصر يعتبر واحد من أبناء الشيخ حمدان بن راشد، هكذا ينظر لي، هذا وجهة نظري أنا فيما أرى وما أشوفه من اهتمام ودعم وتشجيع أيضا، واهتمام ليس باللعيبة لاعبين النصر، بل الأسرة النصراوية ككل، الأسرة النصراوية من مشجعين ومن مسؤولين ومن محبين للنصر. مبارياتهم، في مباريات كانوا يلعبونها في المدينة، وفي مباريات كانوا يرتحلون ويروحون يلعبون في الشارجة ضد سلاح الجو البريطاني. عندهم فريق كان يمارس كرة القدم يتفوق عليهم طبعا في كثير من المباريات، ولكن كانت المباراة هاي بالنسبة للنادي مباراة بطولة. كان الله يرحمه حياة جمعة جعفر وبعض الربع سعيد سيف يسيرون للقنصلية البريطانية وينسقون معاهم بالنسبة للفرق اللي يريدون يلعبون وياها، فالقنصلية البريطانية هي تنسق في القاعدة الجوية منوه اللي ممكن يلعبون وياهم. ابتدى اسم نادي النصر في مجموعة شباب كلهم ممتازين، كانوا يقارعون اللي هو العريف والارمي وفريق الشارجة اللي هو الشعب القديم وليس الشعب الجديد هذا. وبالنسبة لفرق الشارجة اللي كنا نلعب وياهم في الشارجة، العروبة، الخليج، في بعض الأحيان مثلا للآرمية، في بعض الطيران البريطاني، في بعض الأحيان يجيبون لنا فرق من قواعدهم الخارجية، مثلا من البحرين يجيبونها، من سلطنة عمان، في بعض الأحيان ساعات يكونونهم فريق من القواعد كلها ونلعب معه. في هذاك الوقت اللعيبة كانوا في أعمارهم 24 اللي هو 25، وجوهم ناس من برا، والكابتن اسماعيل جرمان يلعب معاهم ويدربهم، وابتدوا يلعبون
يعني بشكل ممتاز. يعني أنا يمكن لحقت على بعضهم في أواخر الستينات جدا ممتازين، من ضمنهم إبراهيم جمعة، من ضمنهم عبد الكريم مبارك، من ضمنهم سعيد سيف، الكابتن سعيد سيف، الشيخ مانع بن مانع المكتوم، الشيخ أحمد المكتوم، الشيخ بطي، منهم سعيد بوجسيم، منهم حميد بن دري، يعني في ناس أسامي كبيرة، مجيد خنجي، يعني في أسامي كثيرة. وابتدوا الناس يحطون الجوائز، يحطون الجوائز. كان الله يرحمه خادم أبو عميم حط كاس بيننا وبين الأهلي، كاس خادم أبو عميم. كذلك المخزن الشرقي حط كاس كذلك بيننا وبين نادي الأهلي. استمر فترة طويلة في بيت عتيج، بعدها انتقل إلى مقر النادي اللي في عند الحوض الجافر. هنا الشيخ راشد بنى نادي مبنى جديد للنادي. الوحيد النادي الوحيد اللي انبنى له مبنى. في بعض الأحيان الله يرحمه كان يمر المغربي قبل المغرب، يمر يصلي المغرب في النادي عند الحوض الجاف. بعد ما انتقلنا إلى الحوض الجاف في النادي يصلي المغرب هنا، يجلس ويا الله يرحمه حياة حميد الطاير والناس الكبار. فتقريبا في وآخر الستينات انتقل إلى وين الحين الحوض الجاف، مقابل الحوض الجاف، ومن هناك بعدين إلى المقر اللي هو الحالي. بسبب الشيخ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان والشيخ راشد غريبين من بعض، وهني قال له شو يسوون للشباب في الرياضة، قال له تبغى تشوفهم، وهو موجود نادي النصر، تعال زوره. تكرم علينا في 1967 أول زيارة للشيخ زايد لنادي النصر. زار المبنى، دار النادي، وعملنا عملوا الحفل وعملوا لنا مسرحية. كان في مجموعة من الشباب في وقتها اشتغلوا في الترتيبات، بينهم عبد الله محمد الموسى هو اللي أقام ستيج الحفل يعني للحضور، والوالد كان دوره في حضور الشيخ زايد اللي هو ألقى كلمة نادي النصر للشيخ زايد. فعادة هو ارتاح من تجمع الشباب والنشاط اللي قايمين بالشباب في النادي بالنسبة للرياضة، بالنسبة للمكتبة، في مكتبة كانت في النادي، والرياضات الباجية والطائرة والسلة فكان الشيخ زايد ارتاح من حركة الشباب وحركة هذا، حتى أنه تبرع للنادي بسيارة وتبرع للنادي بمبلغ مالي تشجيعا للشباب. يعني كان لما أجا زارنا قال هذا نادي النصر، قال والأولاد شي مسوين لازم أنا أعطيهم شيء من عندي. يعني في ذلك الوقت الشيخ زايد يتبرع لك
60,000 درهم يعني حاجة يعني فوق يمكن نقول 60 مليون في هذا الزمان. قناتنا عن كل شيء خلتنا احنا يعني في بحبوحة. كانت وايد أثرت في بالنسبة للجماعة، بالنسبة للمجموعة اللي في النادي، أكثر ارتاحوا من زيارة الشيخ، ارتاحوا من زيارة الشيخ، فابتدوا أكثر زيادة في النشاط، زيادة في العمل الرياضي والعمل الاجتماعي بسبب زيارة الشيخ لهم. في الحي اللي أنا ساكن فيه فيه ناديين، نادي النصر اللي هو النادي الكبير، وفريق الهلال البحري اللي هو عند نفق الشندقة حاليا موجود. في 1967 المغفور له محمد بن حارب طلب من نادي النصر أو من المجموعة هاي أن تنضم مع نادي النصر. نادي النصر في ذلك الوقت الشباب أو اللعيب اللي هم الأسامي الكبيرة كانوا على وشك أن يروحون للخارج، اللي منهم سافر لندن، واللي منهم انتهى يطلع يشتغل برا على البلد، واللي منهم اعتزل الكورة موجودين. طلب منا أن احنا نضم معاهم. انضمينا معاهم في أواخر 1967 اللي هي شهر 11. ابتدت مزاولتنا مع الكورة معاهم في التمارين ومع في نادي النصر من 1968. كانوا يروحون بوظبي في سيارات متواضعة على قولة الأغنياء البتفورد، كانوا هم يجلسون في الكابينة اللي قدام واللعيبة في على لهجتنا نحن الكاريال، يعني الإمكانيات كانت ضعيفة لكن الإرادة كانت موجودة والعشق كان موجود للفريق وللنادي. كان الوالد عند مهارة قيادة الباصات في هذه الفترة، وكان هو اللي يقود الفريق في الباص وبالانتقال من النادي إلى المناطق الأخرى لأداء المباريات. الأول في بدايتنا كان رملة البلد، الرملة ما نلعب بجزمة، نلعب اللي هو يسمونه الأنكل، اللي هو الأنكل المربوط اللي عملوه هذا لنا مع الإصابات، لكن احنا كنا نستعمله نحط أنكل ونلعب كرة علشان الكرة ما تأثر في رجلنا. نلعب في الرمل حافين بدون جزم وبدون شيء، لحد ما جانا شوي التطور حصلنا الجزم اللي هي الله لا يرحمك جزم سود بتاعت اللي هي بتاعت البناء الحين يستعملون البنايين اللي يركبون فيها، ما عندنا إلا هاي، هي نلبسها هاي السطحة السودة هاي اللي هي الأبريكات، جابوها لنا وقمنا نستعملها، واللي يربطها من فوق يعني يتفنن فيها، اللي يكون يربطها فوق الأنكل ماله يعني هذا زي ميسي. كنا احنا مبسوطين ونلعب فيها، وهي أعوذ بالله منها يعني لا هي جزمة كرة ولا أي شيء، لكنها تمشي في ذلك الوقت. يعلم اللاعبين مبادئ الكرة، كيف تمسك الكرة، كيف تباصي، كيف تسكن الكرة. كان الشيخ منع بن خليفة المكتوب، لأنه هو كورجي و
وشخصية جميلة جدا ومتواضعة جدا. والله في لاعبين مشاهير في نادي النصر لو اليوم موجودين في هذا الوقت لا بالملايين بيشترونهم. سالم بوشنين ده الستار بتاع معوض مبارك. استغرب بليه ليش عطاني الانذار، فراح له اظن يعقب المباراة وقال له يعني انا اعطيتك انذار يكون باكر عندي انا في سجلاتي ان في يوم من الايام اعطيت افضل لاعب في العالم كارت اصفر. قلت له لا انا ما بمسك بيلي، انا امسك بيلي انا ابغى اتفرج على بيلي. وتوفقنا في احراز جول لعبها رجاء عبد الرحمن، يلعب الكريم مبارك على الكريم مبارك رابع بينيه بين المدافعين وانا اسرع عنهم، قدت الكرة ومشيت والحارس وحطها في الزاوية. تجيبها كده تجيبها كده يا سالم، جماهير النصر عاوزاها كده.